تحياتي ليك يا كابتن هيثم وتحياتي لضيوفك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. عقب انتهاء مباراه فريق طلائع الجيش والسواحلي بفوز طلائع الجيش بنتيجه 3-1 في مباراه يمكن كانت رائعه ومثيره لحد اخر شوط فيها، وقدر فريق طلائع الجيش انه يحسمها فرق طبعا دولتين او فرق ماتشين طبعا في مجموع الاشواط. يعني معايا في هذه اللحظات محمود رؤوف احد نجوم فريق طلائع الجيش. محمود ببارك لك، المباراه كانت صعبه جدا وقدرتوا في الاخر طبعا ان انتوا تحسموها، واكيد فوز مهم وتاهل لنهائي افريقيا ده شيء مهم جدا. الحمد لله، طبعا زي ما انت قلت فوز مهم جدا النهارده. الفريق السواحلي الليبي معاه اثنين محترفين، واحد من دومينيك واحد تونسي، اعتقد مستوى الفريق عالي والحمد لله. اعتقد كانت اصعب عقبه لينا في البطوله قبل طبعا مواجهه النادي الاهلي في النهائي، والحمد لله ان احنا النهارده انا بشكر كل زمايلي وكل الناس اللي عندنا في الفرقه، فعلا احنا تعبنا والحمد لله ان احنا كسبنا النهارده، وان شاء الله بقى نقدر نركز المباراه القادمه النادي الاهلي ان شاء الله. اسباب التراجع بعد الشوط الثاني، كنتوا متقدمين 2-0، ليه التراجع ده حصل؟ والله انت عارف على المستويات، يعني مستويات المباريات اللي زي دي بيبقى دايما الماتشات فيها صعود وهبوط الى حد ما، بيبقى حاجات خارجه عن اراده اللعيبه، لكن الفريق اللي بيقدر يتماسك ويقدر ان هو يعدي الدروب اللي حصل هو اللي بيقدر يكسب، هي دي اهم حاجه في الكره الطايره. لازم هتخسر شويه هتخسر شويه، لازم الفريق يبقى متماسك يقدر ان هو يعوض تاني ويقدر يفوق، وهو ده الحمد لله احنا عملناه النهارده قدرنا نكسب. الشوط الثالث حصل ايه فيه بالتحديد، خصوصا ان انتوا كان خلاص قربتوا تاخدوا المباراه 3-0، فجاه السواحلي قدر يخطف الشوط ده، ايه اللي حصل؟ حصل اهتزاز شويه في الاستقبال عندنا، وبرده حصل اهتزاز شويه في الاعداد، فهجومنا كان ضعيف شويه في نص الجيم الثالث، وهو ده اللي ادى الافضليه لفريق السواحلي، قدر يعمل سكور قدر ياخد بلوك وقدر يطلع ديفنس مننا. بس اعتقد الحمد لله ان هم كانوا ابتدوا يفوقوا، وكان مهم جدا الجيم الرابع، لان لو كنا دخلنا في الخامس كانت يعني رب الله اعلم بقى كان يحصل ايه. الحمد لله. توقع تقابل مين في النهائي، الاهلي ولا سموح؟ اعتقد طبعا النادي الاهلي بدعم جماهيره، وكمان النادي الاهلي يعني على المستوى الفني اعتقد اقوى من سموحه، لانه كسب سموحه مرتين في الدوري السنه دي ذهاب واياب، فاعتقد ان الاهلي مستواه الفني طبعا اعلى من سموحه، واعتقد بنسبه يعني 90% الاهلي هيبقى في النهائي طبعا ان شاء الله باذن الله. شكرا محمود. شكرا. ده كان لقائنا مع محمود رؤوف احد نجوم فريق طلائع الجيش، لكن ايضا في هذه اللحظات معايا احد نجوم مصر في كره الطائره كابتن احمد صلاح. كابتن احمد برحب بيك. طبعا الحمد لله رب العالمين. طبعا حضرتك عارف ان النهارده ماتش سيمي فاينال، فده ماتش مهم جدا، وهو صراحه فرقه السواحلي فرقه كويسه جدا ومحترمه، فالحمد لله يعني كان ماتش، انا شايف اللي كان ماتش مشرف واول ماتش يكون كويس بطوله افريقيه، فالحمد لله. يعني الروح اللي انتوا كنتوا بتلعبوا بيها في الشوط الثالث بالتحديد ده كان ناتج عن يعني الاريحيه اللي كانت في الشوط الثاني او الثالث اللي ضيعته من خلاله الفوز بنتيجه 3-0، كان في استهتار نوعا ما من فريق طلائع الجيش، ولا انت شايف الامور دي ازاي؟ لا خالص والله، هي طبعا هم خلاص ما عندهمش اي امل غير ان هم يضغطوا لحد الاخر، واحنا غلطنا كام غلطه في الجيم الثالث دوت، هم جابونا وفرقوا، لكن قدرنا الحمد لله رب العالمين ان احنا الجيم الرابع لحد الاخر قلنا لسه هنكمل، واحنا كنا خسرين فرق 3 بونت، لكن الحمد لله عشان اللعيبه رجاله وعايزه تكسب، فالحمد لله قدرنا ان احنا نجيبهم ونكسب الحمد لله. المباراه المقبله تتوقع تقابل مين وتتمنى تقابل مين؟ يعني تتوقع مين وتتمني مين؟ هو انا راجل اهلاوي طبعا وعمري كله لعبته في النادي الاهلي 25 سنه، فطبعا اتمنى طبعا النادي الاهلي يكسب ويكون ان شاء الله الفاينل بيننا وبين الاهلي ان شاء الله. شكرا يا ابو حميد. شكرا بالتوفيق. ايضا معايا الان في هذه اللحظات اسلام محمد برضو احد نجوم فريق طلائع الجيش. ببارك لك يا اسلام، ومباراه كانت كبيره وفوز كان كبير النهارده. الحمد لله قدرنا يعني نقدر نكسب الحمد لله. كسبنا اول شوطين بتعليمات المدرب طبعا، والشوط الاخير راح مننا كانت غلطات، الحمد لله قدرنا نعوض الغلطات دي في الشوط الرابع، وقدرنا الحمد لله نحافظ على الموقف جدا، والحمد لله ربنا وفقنا. يعني الشوط الاخير بالتحديد كلمني عنه، واعتقد ان انتوا كان عندكم ثبات كبير جدا خلال الشوط ده، وده اللي ادى ان انتوا تفوزوا بالمباراه. والله انا بالنسبه لي يعني الشوط الاخير ده كان صوت يعني شوط
اهم حاجه، اهم من نهائي الشوط ده. الشوط كان لازم يطلع كده معانا. عارفين ان فرقه ليبيا فرقه كويسه جدا، فرقه السواحلي، واحنا قدرنا الحمد لله ان احنا نلعب عليهم كويس. والشوط الرابع الاخير هم يعني فرقه عنيده قوي في الشوط الرابع، بس الحمد لله قدرنا نكسب الحمد لله. شكرا يا توفيق، ربنا يخليك يا رب. ايضا لسه مستمرين معاك يا كابتن هيثم عقب هذه المباراه الرائعه طبعا ما بين فريق طلائع الجيش وفريق السواحلي، لكن معايا في هذه اللحظات لاعب فريق طلائع الجيش عمر. برحب بيك يا عمر في البدايه وببارك لك على الفوز النهارده، مباراه كانت كبيره جدا وصعبه في نفس الوقت مع فريق السواحلي. والله الحمد لله على الفوز، ماتش كان صعب جدا، فرقه محترمه جدا يعني حضرتك شايف انا صوتي رايح اصلا من الماتش وكنت من الحماس كان واخدنا. الحمد لله ان احنا كسبنا ووصلنا النهائي باذن الله، يعني نقابل الاهلي ان شاء الله عشان يبقى نهائي قوي جدا. البطوله عندنا ان شاء الله، ان شاء الله عندنا احنا. بس خليني اقول لك ان الشوط الثالث بالتحديد يعني انتوا كنتوا قربتوا خلاص تفوزوا بالمباراه، ايه اللي حصل يعني بعد ما كنتوا كسبتوا 2-0 كان ناقص لكم شوط وتكسبوا المباراه، طولتوا المباراه شويه علينا ليه؟ هي قله التركيز واخطاء ساذجه جدا، بس الحمد لله يعني الدنيا عدت ومشينا الدنيا والحمد لله كسبنا الشوط الرابع الحمد لله يعني الحمد لله. توقعاتك للمباراه النهائيه مين؟ هتقابل مين؟ قابل الاهلي ان شاء الله، نهائي قوي وباذن الله. توقع ولا تمني؟ لا تمني طبعا، تمني عشان نكسب بطوله، تبقى بطوله جامده، يبقى نهائي قوي جدا. البطوله عندنا ان شاء الله، يعني عندنا عندكم مش فارقه بس هي عندنا ان شاء الله. البطوله من المستوى الفني شايفها ازاي كبطوله من الاول؟ بطوله طبعا ناقصها فرقه تونسيه، بس هي فيها فرق محترمه جدا من الدوري المصري ومن الدوري الليبي، والفرقه الكينيه طبعا زي جنرال سيرفيس يونت، هي فرقه محترمه جدا، بس يعني هي طبعا ناقصها فرقه تونسيه بس يعني، بس كمستوى عام طبعا بطوله محترمه جدا، وان شاء الله يعني ربنا يكرمنا وربنا يكرم الاهلي ونقابل بعض ان شاء الله في النهايه. التوفيق دايما ان شاء الله، بس مش المباراه الجايه بقى، من بعديها ماشي. هذا لسه مستمرين معاك يا كابتن هيثم، ومعايا ايضا في هذه اللحظات كابتن شعراوي المدرب العام حسام شعراوي طبعا لفريق طلائع الجيش. كابتن حسام ببارك لك على الفوز النهارده، مباراه كانت رائعه من فريق طلائع الجيش رغم التقدم ب 2-0 في مجموع الاشواط، وكنتوا قريبين ان انتوا تفوزوا بالشوط الثالث، لكن تراجع شويه حصل من فريق طلائع الجيش وده اللي ادى لاطاله المباراه ودخول فريق السواحلي في اجواء المباراه. الحمد لله ان احنا وصلنا للمستوى دوت النهارده، المجهود دوت يعني بشكر عليه اللعيبه والجهاز والاداره في النادي. الماتش النهارده كان صعب جدا، خصوصا ان فرقه السواحلي ديت من الفرق اللي كانت مرشحه فعلا ان هي تاخد البطوله وتلعب في النهائي قدام الاهلي او قدام الجيش، بس يعني حظينا الحمد لله ان هي كانت قدامنا في قبل النهائي وقدرنا نتغلب عليها. الموضوع اللي حصل في الشوط الثالث دوت بسبب شده بس من اللعيبه بتاعه النادي السواحلي، ان هم طلعوا اللعيبه بتاعتنا بره التركيز شويه بسبب مشادات من تحت الشبكه، بس الحمد لله احنا قدرنا نلم نفسينا بعد كده دوت وعدينا بالشوط. بس الشوط الثالث يعني نقول ان احنا نزلنا بشويه رعونه ان احنا كسبانين الشوطين قبل كده، والشوط الثاني كنا فارقين وكسبنا وحصلونا وكسبنا، بس الحمد لله عدى على خير. في سؤال مهم قوي كل الناس تقريبا بتساله، وهو خروج احمد صلاح مع نهايه الشوط الثالث وكنتوا خلاص قربتوا تحسموا المباراه، ليه التغييره دي حصلت؟ تغييره احمد صلاح ديت كان الهدف منها ان احنا مش نطلع احمد صلاح بس، احنا كان الهدف منها ان احنا نطلع احمد فتحي علشان نعلي بلوك شويه باسلام. اسلام لما ينزل مكان احمد فتحي قدام المحترف كان ساعتها كان المفروض واللي يحصل واللي حصل بعد كده وحصل قبل كده برده ان هو قدر يوقف، بس يعني ممكن نقول ان غلط مثلا في الاستقبالايه او غلط ان احنا ما خلصناش كوره هي قفلت الشوط وخلت الشوط يضيع مننا. المباراه النهائيه شايفها ممكن تكون مع مين بعد مباراه الاهلي وسموحه النهارده؟ هو يعني انا بتهيالي ان الماتش محسوم يعني من الاول، خصوصا ان نادي سموحه امبارح لعب 5 اشواط مع نادي الطيران، ويعني هم المفروض النهارده جايين وعاملين النهارده انجاز ان هو وصل المربع برده زي عادتهم في بطوله افريقيا ان هو دايما بيخش المربع، والماتش بتهيالي يعني هيبقى حلو، هنشوف الفولي كويس، اتمنى ان هو يبقى يطول على قد ما نقدر عشان نستمتع بالفولي. شكرا يا كابتن. العفو. ايضا معايا الان محمد الحسيني احد نجوم فريق طلائع الجيش واحد نجوم البطوله ايضا. طبعا محمد برحب بيك في البدايه وببارك لك على المباراه النهارده واداء جيد جدا من فريق طلائع الجيش رغم ان انتوا كنتوا قريبين ان انتوا تفوزوا 3-0، لكن في النهايه طبعا كسبتوا مباراه ووصلتوا النهائي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الحمد لله رب العالمين على المكسب النهارده، كان توفيق من عند ربنا كبير، بجانب ان الفرقه النهارده الحمد لله كانت مركزه كويس جدا، كانت دارسه فرقه السواحلي كويس جدا، كلنا الحمد لله كنا موفقين بما فيهم المدير الفني بتاعنا وتعليماته، والحمد لله الفرقه قدرت ان هي تنفذ تعليمات الكابتن وائل العايدي، مع كرم من عند ربنا الحمد لله قدرنا نكسب المباراه الحمد لله. قلقتوا شويه مع يعني
تقدم فريق السواحلي في بعض الاشواط، قلقتوا شويه ولا كان الامور ماشيه بالنسبه لكم؟ لا هو ما كانش قلق من ناحيتنا، بجانب ان هو كان مجرد ان احنا لما كسبنا الشوطين اول شوطين حصل شويه تراخي من ناحيتنا، حسينا ان احنا خلاص قربنا من مكسب المباراه، بدا يحصل فيها قله تركيز، بس الحمد لله بعد خساره الشوط الثالث قدرنا ان احنا نركز وقدرنا ان احنا نعوض خساره الشوط الثالث ونكسب الماتش الحمد لله. خدتوا درس من مباراه النهارده اعتقد؟ نعم، درس النهارده من مباراه النهارده بعد ما كنت خلاص قربت الفوز بالمباراه وحصل تراجع شويه، كان فريق السواحلي ابتدى يخش في اجواء المباراه، لكن في النهايه قدرتوا تحسموها، ده درس بالنسبه لكم؟ اكيد طبعا اكيد، بس ده باين النهارده ان احنا الحمد لله قد ايه الفرقه كانت على قلب رجل واحد، لان فرقه السواحلي كانت متقدمه علينا في الشوط الرابع، وقدرنا الحمد لله ان احنا كلنا كرجاله مع بعض وان احنا نلم بعضنا ونلم نفسنا ونحصلهم ونقلل فرق النقاط ونكسب الشوط الرابع الحمد لله. شكرا شكرا. لسه مستمرين معاك يا كابتن هيثم، وطبعا قبل لحظات من انطلاق مباراه الاهلي وسموحه، لكن معايا الان اديسون احد اللاعبين فريق طلائع الجيش، برحب بيه في البدايه وببارك له على الفوز بالمباراه. Alors tout d'abord bienvenue à l'Ali TV et félicitations pour la victoire aujourd'hui. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ça a été un match un peu difficile, bon, disons, on s'est un peu compliqué la tâche et Dieu merci, on a été au bout de notre victoire. بيقول بيشكر طبعا التنظيم وبيقول ان المباراه كانت صعبه ولكن هم في الاخر استطاعوا الفوز. شايف المباراه ازاي النهارده وصعوبه المباراه خصوصا مع الشوط الثالث اللي اتقدم فيه فريق السواحلي؟ Alors comment vous voyez le match, notamment le match qui était vraiment difficile et dur? Ce match aujourd'hui, au départ nous avons commencé à sous-estimer l'adversaire et voilà pourquoi ils ont pu avoir un 7 vis-à-vis face à nous. Mais comme je disais, Dieu merci, comme on a les bonnes individualités, on a su gérer la fin du match et la victoire était à nous. يقول طبعا المباراه بدات بفوز في اول شوطين وكانوا في الاقرب للفوز، لكن في الشوط الثالث حصل بعض الاخطاء، خسروا الشوط الثالث ولكن في الاخر حسموا المباراه في الشوط الرابع. شايف مين اللي اقرب ان هو يقابله في النهائي؟ Alors quelle équipe vous pensez va jouer entre quelle équipe à la finale? Je pense que Al Ahly est favori pour ce match-ci, donc probablement on va se retrouver en finale. Et comme depuis le début de cette année-ci, on n'a pas été une équipe favorite, mais bon, on reste quand même un grand morceau et puis bon, on va se battre pour avoir la finale, Inch'Allah. بيقول طبعا هو النادي الاهلي الاقرب للمباراه النهائيه وهم طبعا هيحاربوا من اجل الوصول للمباراه النهائيه هم كمان. شكرا جزيلا. لسه مستمرين معاك يا كابتن هيثم وايضا معايا كابتن رشاد شبل طبعا احد نجوم فريق طلائع الجيش. رشاد برحب بيك وببارك لك على الفوز النهارده في مباراه يمكن كانت صعبه جدا امام السواحلي. الله يبارك فيك، طبعا انت بطولات اللي قبل النهائي واول ماتش تقابل بفريق خصم زي فريق الليبي، الفريق الليبي فريق محترم وانت عارف اللعب بتاع شمال افريقيا مقارب جدا للعب بتاعنا، وفرقه ليبيا يعني من الفرق القويه اللي موجوده في الدوري الليبي وفي افريقيا وعامل بطولة عربيه كويسه جدا، واحنا الحمد لله قدرنا بخبره اللعيبه وخبره فرقتنا الموجوده وبخبره الجهاز الفني اللي موجود قدرنا الحمد لله ان احنا نفوز ونوصل للمباراه النهائيه ان شاء الله، ومستنيين اللي يفوز ان شاء الله من الاهلي وسموحه باذن الله. المباراه النهائيه هتبقى مواجهه مصريه بغض النظر مين اللي كسب، الاهلي او سموحه، وان شاء الله الاهلي اللي يكسب، لكن المواجهه المصريه بتبقى اصعب شويه من ان انت تواجه فريق اخر في نهائي البطوله. اكيد اكيد، كل بطوله وليبقى لها ظروفها ولها مرحلتها يعني، بس انت عارف ان بطوله افريقيا دي بطوله مهمه جدا وماتشاتها عامله زي ماتشات الكاس بالظبط، كل ماتش عامل زي ماتش الكاس، اللي يخسر خلاص، واحنا ان شاء الله يعني اكيد احنا خسرنا الدوري، بس الحمد لله نقدر نخش البطوله الثانيه بطموح جديده باهداف جديده، نقدر نفوز ان شاء الله باذن الله البطوله باذن الله ان شاء الله الاهلي هو اللي يكسب. شكرا يا رشاد. ده طبعا كانت اجواء ولقاءات ما بعد مباراه طلائع الجيش وفريق السواحلي الليبي، وكانت يمكن مباراه رائعه جدا من الناحيه الفنيه، وقدر النادي الاهلي او قدر فعلا فريق طلائع الجيش ان هو يفوز بهذه المباراه، واكيد نتمنى ان النادي الاهلي واصل انتصاراته في مباراه النهارده كمان. خليني اقول لك الاجواء هنا سريعا يا كابتن هيثم، طبعا تواجد عدد كبير جدا من جمهور النادي الاهلي واكيد ده شيء جيد بالنسبه للاعبين قبل هذه المباراه، وهي مباراه في دور قبل النهائي، واكيد النادي الاهلي ان شاء الله يقدر يفوز بهذه المباراه قبل طبعا وصول المباراه النهائيه ويقدر يفوز بهذه البطوله اللي بيستناها اكيد كل جمهور النادي الاهلي. والان عوده مؤقته ليك يا كابتن هيثم، واكيد
هرجع معاك عشان نواصل لقاءاتنا سواء قبل مباراة الأهلي وسموحة أو بعد مباراة الأهلي وسموحة. إن شاء الله النادي الأهلي يكون فاز بهذه المباراة. تفضل يا كابتن. الزميل أمير هشام شكرا جزيلا ليك، الحقيقة ضحكتنا جامد في الاستوديو، أنت مراسل قناة النادي الأهلي ولكن بطعم جمهور النادي الأهلي. طبعا روح حلوة وروح جميلة أكيد طبعا. الزميل أمير يعني بيحب يهزر مع اللاعبين، بس كانت لقاءات حلوة جدا جدا الحقيقة مع الفريق